خروج زيد غازي، أعطى فرصة لثمان متنافسين لتقديم الأفضل. فعلاً اللجنة اختاروا هكذا أصوات جميلة راح تقدم الأغنية العراقية بشكل جميل. اختيارات المشتركين رفعت حظوظهم للتأهل. المنافسة صارت أقوى، الأصوات اللي بقت قوية، فلازم تثبت نفسك. ملاحظات الحكام كان لها الأثر بتحسين الأداء. إني ابتليت بشخص بصوته حير مسمعي. عراق آيدل الليلة العاشرة بتوقيت بغداد على MBC العراق. غني يا عراق.